القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. محمود العكاري أحد أفراد المجموعات الإرهابية المسلحة في تلبيسة بحمص، يروي كيف قامت مجموعته بقطع الطرق والتسلح والسرقة والاختطاف والاغتصاب وقتل المدنيين. محمود العكاري، والدتي حليمة، مواليد 78، تلبيسة، موظف مديرية شؤون حمص. صار اجتماع يعني بعد يومين من تظاهرة بين عبد الهادي العكاري ومع الشيخ زكريا الدقة من تلبيسة. نهار الجمعة بعد اجتماعنا بدنا نطلع على تظاهرة، نحن طالعين كان في مع عبد الهادي العكاري بارودة روسية، وكان في ماهر العوجان كمان معه روسية، وفي مع علاء الباشا من بكشين. وطلعنا تلبيسة، نحن بدنا تظاهرة ماشي عم نهتف. هن طلعوا على القلعة، كان في كمان الشيخ زكريا الدقة ومعه مجموعته فوق القلعة. أي قلعة؟ قلعة بتلبيسة، ما كان مرتفع بقلوا قلعة بتلبيسة. ونحن في التظاهرة عم صار إطلاق نار، صاب فيها نقتل فيها شاب اسمه عمر العويجان. ساعات سألنا أنه من إجا إطلاق النار من القلعة، بعدين عرفنا أنه عبد الهادي أطلق النار من القلعة على المظاهر. كان قاصد أساس أنه بهالعملية هاي يتهم الأمن أنه هو اللي قتل المظاهرين ويصير كركبة. طلعنا على تلبيسة، كان هو اللي سمعوا سلاح اللي عديت اسمهون عبد الهادي وماهر العوجان وعلاء الباشا، وانضم إلهم محمد العقيدي، كان معه هو كان يصور المتظاهرات بالكاميرا. طلعنا على تلبيسة ونحن بقى عم نتظاهر، عم صارت كمان إطلاق نار بالهواء أثناء بالمظاهرة. قامت العالم يعني أكثر الناس، وفي جماعة مسلحة من تلبيسة، رحنا على صوب مفرزة سياسية، على مفرزة السياسية، صار رمي عليها أناني بنزين على المفرزة، شعلت المفرزة هون هبت، وبجيت سيارة أطفاء كمان من مجموعة زكريا الدقة، الشيخ زكريا الدقة، كانت بأول تلبيسة. عندما فاتت سيارة الأطفاء ضربوها للسيارة، احترقت السيارة وهربنا هون. كان في حفظ النظام إجاو وهربنا من تلبيسة ورحنا. بدنا نصير نجيب هلا، نصير نجيب سلاح، نجيب سلاح ونتمول. قلنا له أمين من نجيب سلاح، ما في مصاري، ما في. قال لا أنا جايين مصاري. بعد فترة وصلوا مبلغ 1,200,000 لعبد الهادي عن طريق لبنان. بعد ما جاء 1,200,000 اشترى سلاح، جاب 7 بواريد روسية و3 بمبكشن. أعطاني أنا بارودة وثلاث مخازن، ووزع البواريد ووزع الهدا. السلاح اشتراه من واحد معروف تلبيسة بيقولوا له أبو عجاج، هو تاجر سلاح، وفي عيلة بيت حلمية، هو كان على صلة بيناتهم أو هو المسؤول عن تأمين المواد كلها، وفي بيت برستان بيت أيوب. بعدها كانت في الساعة بحدود 12 بالليل، قال بدنا نطلع مشوار. قلنا له لوين؟ قال في عملية بدنا ننفذها. قلنا له ايه بس وين العملية؟ قال لحتى نوصل بقول لكم شو هي العملية. طلعوا بسيارة عبد الهادي وماهر العوجان ومحمد العقيدي، لا علاء الباشا مو العقيدي، وطلعت انا والعقيدي بسيارة ثانية وراهم. شو أنواع السيارة؟ كياريو، تنتين كياريو، كياريو واحدة سودة وواحدة بيضاء. هنا طلعوا بالسودة، طلعوا قبل بعد ما طلع ما نوصل على الطريق انه اشروا لنا انه وقفوا، وقفنا نحن بمكان وهن كفوا طريقهم باتجاه مفرق الفجر. بعد شي الساعة واحدة بحدود الواحدة وشوي صار
عملية إطلاق نار، ضربوا من قاذف ار بي جي. مين هني؟ المجموعة عبد الهادي العكاري، مجموعة كانت معه. ورجع نار، شو صار؟ قال مش الحال، شو صار؟ قال ضربنا سيارة ستيشن أمنية على المفرق، مفرق الغجر. قلنا رحنا على تلبيسة، ضمن كنا عم نظاهر، صار في رحنا قطع طريق، قطعنا الطريق بدواليب، وصار شلف أناني بنزين على الناحية، حرق قسم من ناحية التلبيسة. شلفنا هون، هون مساعدة قطعنا الطريق، وصار هون إطلاق نار على باص تركي. بالنسبة لقطع الطريق الدولي، كم مرة تم قطعه؟ يعني في 5 مرات 6 مرات. شو كان الهدف من ذلك؟ مشان صارت البلبلة بين سوريا وتركيا، لأنه هذا الخط كان أكثر السيارات التركية أو اللي تحمل بضاعة تركية تمر على هذا الطريق، وصار ضرب على السيارات التركية من بهذه الأثناء. بالنسبة لعملية الخطف والاغتصاب الفتيات، كيف كانت تتم ومن شارك فيها؟ هاي العمليات كان يطلع عبد الهادي وماهر لعوجان بالسيارة كياريو، أو هذه الأمر كانت سودا، يطلعوا يختطفوها من مثلا في منهم على طريق جبورين، جابوا تنتين طريق ضيعة، وفي واحدة جابوهم أم شرشوح وتنتين من شرفين. طبعا في مدة بين كل عملية يجيبوها، وكانوا كانوا يغتصبوهم وصير عملية ياخدوهم على مزارع يقتلوهم. كانوا يطلعوا بتلبيسة سيدي بحدود 400-500 مسلح قبل الصلاة، قبل الصلاة انه يهددوا العالم انه اليوم في تظاهرة بعد صلاة الجمعة، والما بيطلع يعني بده بصير معه مشكلة، يعني نقتله تهديد بسلاح. بعد الصلاة تطلع العالم، المسلحين طبعا تكون بخلف التظاهرة وعجنابها يعني ماشين، وفي دون ناس ماشين مسلحة بس مخبين سلاحهم، بس أكثر المسلحين يكونوا وراء التظاهرة. وصير هون بعد كل تظاهرة اعتداء على المحلات، على تلبيسة واس وكذا، مشان اتهام الأمن أنه هو اللي اشتغل هاي، أو حرق محلات أو هيك شيء. هاي تكون حرق بأول ضيعة، مشان أنه الأمن أول ضيعة هو اللي حرقهم، هو اللي عمل قتل المتظاهرين. يصير إطلاق نار، يصير قتلة فيها العملية. كم متظاهر تم قتله قصدا؟ يعني شيء 10 سنين. يصير إطلاق نار لأنه من وراء المتظاهرين لقدام، هاي مشان إزالة البلبلة، مشان اتهام الأمن أنه هو اللي قتل. جرائم أعمال السرقة، في مرة خطف شاب اسمه سهيل مستور وطلب فدية 1,000,000 مقابله. هو الخطف صارت ظهر تقريبا بعد صلاة الظهر، كان عبد الهادي والعقيدي موجود وماهر لعوجان خطفوه من هو جاي من شغله هيك للمساء، تركوا الساعة 1 بالليل تركوا للشاب. ساعة شفته لعبد الهادي قلت له شو اللي صار؟ قال أخذنا 1,000,000 مقابله. وبعدها فترة في راحوا جابوا 25 راس غنم من منطقة بين بعد عن المكرمية، اسمها منطقة المكرمية، بعد المكرمية 25 راس غنم لواحد سرقوهم، وصار فرد أتاوات هلا مثل بيحفر بير، حفارين البيار المي، إنه كل بير 10,000 على صارت فرض هيك أتاوات على الناس مشانهم. وهي العمليات غير السيارات، في 3 سيارات حكينا عنهم، الكيا الريو خطفوها على الطريق بيضة،
وبيجوا قطش وكأوا هاي المازدة السماوية هذول عملية السرقة والخطف.